سيادة رئيس الحي. صور كتير بقى وشير على الفيسبوك وإنستجرام على طول. ها؟ طبعا حاضر. ويلكم تو ايجيبت. هما ما بيردوش ليه؟ أصل الإنجليزي بتاعهم ضعيف شوية. نعم؟ أصلهم سياح من ألبانيا. ألبانيا، أيوة ألبانيا. وماله؟ بدك تسلم عليهم علشان التصوير وكده. تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. تصريح بقى يا فندم. إيجازا النهاردة قدرنا الحمد لله إننا نجيب سياح مرة تانية، وابتدوا يشتروا، وفي تنشيط للاقتصاد. مصر قلعة السياحة وبلد عريقة، وإحنا النهاردة بنأكد على المعنى ده. سياح سياح يا خلق، والله سياح. سياح؟ أيوة سياح بجد، شفتهم بعناية في مركب في النيل. هو في إيه؟ سياح سياح بجد جايين في مركب في النيل. سياح بجد؟ ومال دول ايه؟ اهنا من ألبانيا. ايه ده؟ دول بيتكلموا عربي. دول عاملين نفسهم سياح سيادتك. معلش يا فندم، انا اجرتهم يا فندم، يعني عشان صورتنا في الفيسبوك والجرايد وكده. انا يا فندم، انت ازاي تعمل كده؟ المهم ان في سياح بجد، وده انجاز حقيقي يا فندم لحضرتك، وكله بفضل توجيهات ساعاتك يا فندم. طبعا هم جايين على هنا؟ مش عارف. طب يلا تعالى نحلق عليهم. يلا بينا يا ابراهيم. تعالى يا ابني معانا. اخلع بالدولارات. I am 12 years old. يوه، وده وقته؟ ده ايه الحظ ده يا ربي؟ هاي واتس اب؟ ناثينج، ايفري ثينج از اوكي. ذا تليفون يو لا بقى، وده وقته تقفل تليفونك انت راخر. يا عم شلالي. مين؟ اوه يا خالد، ما شاء الله السياحه رجعت تانية اهي. لا شكلها ماشيه ومش هتيجي تاني خالص. ليه بس؟ خير؟ ساعدني يا عم شلالي، المكنة عطلت بيا زي ما انت شايف. يا خبر، ايه عاوز بنزين؟ لا مليانة على الاخر. طب عملت لها صيانة قريب؟ ايوة، وعمال اكلم المهندس تليفونه مكفول. طب ايه، اخدهم اوصلهم اني؟ لا مش هينفع، دول رايحين بعيد ابو سمبل. Are we facing a problem here? No it's okay. Just a moment please. مفيش على الجزيرة حد معاه لنش أو يخت يوصلهم. لا والله يا خالد، كله هنا شراعي، ما انت عارف. طب وبعدين بقى في الورطة دي؟ Just inform me now. What's the problem? Little problem in the motor. And we'll fix it. No worries. Okay. عم شلالي، خدهم انجلهم للمرسى لغاية ما نشوف هنعمل ايه. عيني دول ينورونا. يا قوي